النهارده ان شاء الله هنراجع، والنهارده المحاضره الرابعه تقريبا، الرابعه تقريبا في المراجعه بتاعتنا. خلاص طيب، هناخد النهارده، خلصنا مراجعه الوحده الاولى في النحو، وهناخد النهارده مراجعه على الوحده الثانيه. ايه هي حالات توكيد الفاعل بالنون؟ تمام، احنا عارفين كويس قوي. لحظه كده يا ولاد، حد يفسر عن حاجه؟ معلش عندنا الفعل المضارع، هنشوف حالات توكيده بالنون. احنا اخدين ان هو مؤكد بالنون، اخدناها في سنة تانية اعدادي، تمام، لما عرفنا ان الفعل المضارع بيبنى على الفتح اذا اتصل بنون التوكيد. طيب ده احنا عرفنا ان هو كده اتوكد بالنون، فبقى عشان هو اتوكد بالنون بقى مبني على الفتح. انا عايز اعرف بقى إيه، يعني ايه هي الحالات اللي بيجب فيها توكيد الفعل بالنون؟ قال لك بقى ان الفعل المضارع ليه 3 حالات في التوكيد بالنون: وجوب، امتناع، جواز. وجوب، امتناع، جواز. طيب الوجوب اللي هو لازم، لازم أأكده بالنون، إذا كان في 4 حاجات يكون جواب لقسم، قسم بالله عز وجل، والله عندنا نوع تاني من انواع القسم، لعمري، تمام، يبقى عندنا هنا اول حاجه القسم، والله لا يحققن النجاح، تمام. طيب انا قلت والله القسم، جواب القسم فعل مضارع اتصل بلام القسم، يبقى انا عندنا هنا شرطين: اول حاجه ان الفعل المضارع يقع جواب للقسم، وانه يتصل بلام القسم. طيب والله لا أحققن النجاح، الفعل هنا مثبت ولا منفي؟ مظبوط. مثبت، ما تسبقش بأداة نفي، يبقى من شروطه إنه يكون مثبت. ممكن نقول إيه؟ والله لن أعتذر اليوم، كده يبقى واجب التوكيد؟ ها؟ والله لن أعتذر لا، اليوم، في اتنفي. أداة نفس. خلاص كده؟ طيب دالا على الاستقبال، خلي بالك يا شاذة من الحته دي كنت قلتها لكم قبل كده. والله لأحققن النجاح الآن. الآن بتدل على الحال ولا بتدل على الاستقبال؟ ها؟ الآن بتدل على الحال، الآن ده مش دلوقتي، تمام، يبقى بتدل على الحال ولا بتدل على الاستقبال؟ قال الحال، يبقى ينفع في الحاله دي أأكده؟ لا، ما ينفعش، يبقى شيل النون. لكن لو قلت والله لا أحققن النجاح وسكت، يبقى بيدل على الاستقبال، تمام. يبقى عندنا هنا تمام. 4 شروط اهو، ها، يقع جواب للقسم، يتصل بلام القسم، يكون مثبت، يدل على الاستقبال، تمام. تاني جواب يوسف، ما كنت ناسياك يا يوسف، تمام. يلا تاني، يبقى عندنا جواب للقسم، ها، متصل بلام القسم، مثبت، دل على الاستقبال. اهو قال لك ايه؟ والله لا ادافعن عن وطني، ادي القسم، ادي لام القسم، ادافعن، ده جواب القسم، عن وطني. ما فيش الان ولا في اي حاجه بتدل على زمن تاني غير زمن المضارع، يبقى بيدل على الاستقبال، ولم يسبق باداه نفي، يبقى مثبت، تمام. طيب تمام. بيقول لك ايه؟ يجوز حذف المقسم به ويدل عليه بلام القسم المفتوحه، مثل ايه؟ لاحققن التقدم لوطني. انا كده فهمت ان كان في قسم بس انا حذفته،
اللي هو المقسم به، اللي هو الله لفظ الجلاله. يبقى انا كده كاني انا فهمته من المعنى، لا احققن التقدم الوطني، يعني ممكن يجي محذوف. يبقى دي حالات الوجود. طيب حالات الجواز، ان يكون بيدل على طلب. طب هيدل على طلب ازاي؟ امر مثل لا تفهم، لا تفهم. ينفع نقول لا تفهم بلام الامر ولا تفهمن. النهي لا تيأس من رحمة الله، لا تيأسن. الاستفهام هل توافق الجمل الطلبية، أمر نهي استفهام، أمر نهي استفهام، عرض تحضير تمني ترجي، أمر نهي استفهام، عرض تحضير تمني ترجي. تمام خلاص كده. يبقى هنا ايه؟ لا تفهم امر، لا تيأس نهي، هل توافق استفهام، عرض. العرض بستخدم ايه؟ الا، الا انا بعرض عليك، الا الا تذاكر حتى اكافئك. انا بعرض عليك عرض اهو، مش كنت اذاكر لك شويه عشان اكافئك؟ ممكن يا جماعه تذاكروا شويه عشان نكافئكم، يعني ده عرض برضه. تمام ما عندناش مشكلة، اه، ما عندكوش مشكلة، احنا عندنا، احنا اللي عندنا على المشكلة. حسب المكافأة. على حسب، والله يا ماما لو جبنا لكم الديزانور مفيش فايدة. تمام. التحضيض، هلا 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 تمارس، هلا تمارسن. التحضيض. التمني بليت، الترجي بلعل. كل ده لو سبق الفعل المضارع يجوز توكيده ويجوز عدم التوكيد. الامتناع عكس عكس الوجوب، الامتناع عكس الوجوب اهو. ان يكون غير واقع في جواب قسم، غير متصل باللام اللي هو اتصال مباشر سبق مثلا بسوف. تمام. يكون منفي، يكون غير دل على الاستقبال. لما ساعه ما انا قلت لك في اخر الجمله يبقى فيه الان، خلاص بس كده. ده التوكيد الفعل بالنون. تمام. تمام. طيب تعالوا بقى كده، هو كاتب هنا الأسئلة الأول وبعدين جايب طيب هو الأخبار. طيب تعالى بقى نشوف هنا إيه الحته دي، انا شفتها في اختبارات كتير. عند توكيد الفعل المضارع المعتل الوسط او الاخر، المحذوف منه حرف العله بالنون، لما اجي اكده بالنون بيرد حرف العله المحذوف. زي ايه مثلا؟ لا تقل الا الحق، ده فعل مضارع انا عايزه اكده، ده في حاله الجواز لان ده نهي، ده جائز التوكيد. تمام. هقول ايه بقى؟ لا تقل، هو هنا حذف حرف العله لعدم التقاء الساكنين، لان لا دي ناهيه والفعل هنا مجزوم. تمام؟ طيب هيقول لك هنا ايه؟ لا تقول لن، ايه اللي حصل؟ حطيت النون التوكيد ورجعت الواو اللي انا حذفتها. هو قبل ما يبقى مجزوم واحذف حرف العله كان في واو، فاقوم رجعها تاني. تمام؟ لا تقض إلا بالعدل، كان أصلها إيه؟ تقضي، حذفنا حرف العلة عشان ده بعد لنا هي، هو فعل مجزوم. يبقى لا تقضين إلا بالعدل، رجعنا الياء، رجعنا الياء. بص بقى معايا الحتة دي، إذا سبق الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد بأداة جزم زي لنا هي يكون مبنيا في محل جزم. ايوه صحيح يا مس. طيب ما هو احنا عارفين ان الفعل المضارع من واحنا في ثانيه اعدادي حالات بنائه بيكون مبني على الفتح عند التصلب بنون التوكيد. اه بس هو قبليه اداه جزم، نزعل اداه الجزم؟ لا ما نزعلهاش، نقول ايه؟ ها هنقول مبني بس في محل جزم عشان ما نزعلش أداة الجزم. وكذلك لو جت برضه
لا لن هتبقى الناس، ما ينفعش معاك. يبقى لا تكونن خائفا اثناء الامتحانات. وفينا فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم، يبقى هنا بؤكده بالنون واقول في محل جزم عشان ما ازعلش اداه الجزم. طيب فعل الامر من اللي احنا فهمناه ان الطلب الجمله الطلبيه مع الفعل المضارع بيجوز التوكيد، يبقى اذا الفعل الامر هيجوز لان الفعل الامر طلبي، يجوز توكيده بالنون للدلاله على الطلب، مثل ايه؟ اكتب او اكتبن الدرس، اطع او اطيعن الدرس. لاحظت هنا ايه في اطع واطيعن؟ نفس اللي عملناه في المضارع، لما اكدت بالنون رجعت حرف العله اللي انا حذفته عشان الايه؟ البناء. تمام؟ تاني اهو قطع، احنا طبعا عارفين ان الفعل الامر بيبقى مبني على حذف حرف العله لو معتل الاخر، فهنا لو هاكده بالنون برجع تاني حرف العله اللي انا حذفته. اسعى اسعين في الخير، رجع. يبقى هنا عندي توكيد فعل الامر معتل الوسط زي اطيع، معتل الاخر زي اسعين، بالنون بنرد حرف العله المحذوف من الفعل. الفعل بقى الماضي اختصر الموضوع ده كله وقال لك انا والله ما انا متاكد باي نون. اهو يمتنع التوكيد بالنون لان زمنه قد انتهى، هاكد على ايه؟ هو انتهى اصلا خلاص. خلاص؟ طيب عندنا بقى في نوعين للنون، نون تقيله ونون خفيفه. وهي التقيله بتكون مفتوحه مشدده مثل ايه؟ اقبلن على العلم، والخفيفه بتكون ساكنه زي ايه؟ اقبلن على العلم. خلاص؟ ده كان درس التوكيد الفعل بالنون المضارع والماضي والامر. انت سكت ليه؟ معلش يا ولاد معاك اهو، اتفضل. يلا تعالوا بقى النهارده برضو نشوف شاذة. قولي لي، احنا كنا خلصنا حل الأسئلة بتاع حالات توكيد الفعل بالنون. ثانية كلها حليناها؟ كان في صفحتين واجب وصفحة حليناها مع بعض. طب تمام، حلو قوي، عشان بس اتاكد ان احنا ما سبناش اي حاجه في الاسئله. ماشي، خليكي معايا بقى لحظه واحده. يلا برضو نبص بصه كده على المصادر. قبل ما ادخل على المصادر هنخرج وندخل تاني عشان بقت 5:30 او 6:30 عندي، عشان الزوم هيفصل. نقفل يلا وهنرجع تاني. يلا باي باي.